لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بطاقة إيداع بالسجن ضد زوجة زعيم شبكة دولية لترويج المخدرات، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجة زعيم شبكة دولية خطيرة لترويج المخدرات، تم تفكيكها مؤخرا إثر احتجاز كميات هامة من المصوغ والكوكايين ومبالغ مالية هامة ناهزت النصف مليار من المليمات. وحسب ما أفادت به إذاعة موازيك فأن الأبحاث حول الشبكة الدولية الخطيرة التي تمت الإطاحة بها من طرف أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بيانت تورط زوجة زعيم الشبكة في التواصل مع شبكات أخرى تتواجد بولايات داخلية، حيث تتولى نقل المخدرات المهربة من الخارج إليهم وحصولها على الأموال ونقلها وإيصالها إلى زوجها. وحسب ذات المصدر فقد بيانت التحقيقات بأن زعيم الشبكة الدولية ويملك صحبة زوجته مصنع للثلج بحلق الوادي واربع فيلات فاخرة بين حلق الوادي وقمرة وخمس سيارات باهظة الثمن تقرر حجزها جميعا على ذمة البائع.